التلعثم ما هوش مشكلة في المنطقة، التلعثم هو مشكلة في إدارة التعبير. المتلعثم مراية لانطباع الآخر عنه، ما بيلحقش يتكلم، هو بيقلل إنه عايز يقول، عايز يعبر. التوحد هو رفض الاندماج شعوريا، انا مش هتكلم، انا لوحدي، انا في حالي، سيبوني. فكره هذا الحال كله بتدور حوالين اضطراب ذكوري واضطراب انثوي، الاثنين نشطين مع بعض. اغلبنا عندهم مظاهر توحد شعوري، كل انسان جواه صندوق كده وفي كل المشاعر. نفس المشاعر اللي عندي هي عند حضرتك، بس انت عايشه في حته جوه صندوق المشاعر بتاعتك غير اللي انا عايش فيه.